الشيء اللي تذكرناه وكان لكم تعليق عليه هو أن عبد الرحمن بن عوف تراجع عن بيعته لعثمان، يعني وقلتم أنه قال له دق الله بينكما عطر منشا، يعني كان نعم هذا هو الذي أشرت إليه، أن في الواقع أن هذا نوع من استجابة دعاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا الدعاء كما تعلمون ينقسم إلى دعاء الخير ودعاء الشر، وهذا من دعاء الشر من قبيل تبت يدا أبي لهب وتب. على أي حال، فأمير المؤمنين عليه السلام لو لم يكن متأثرا ومتأذيا في نفسه من كيفية معاملة عبد الرحمن بن عوف، كيف ساق الأمر وحصره في زاوية العمل كما قالوا بسنة الشيخين أو بسيرة الشيخين، وكأنه رأى في هذه الجملة أن أمير المؤمنين علي عليه السلام سوف لا يوافق على هذا، يعني لا يوافق على سنة إلى جنب سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فكأنه رأى أن هذا هو الذي سيحصر القضية فيما عدا أمير المؤمنين عليه السلام، يعني يحصره في من هو يميل إليه، وكما أوصى مؤسس هذه الشورى الخليفة الراحل إلى أن الأمر إذا اختلفوا فإنما هو مع من؟ مع الثلاثة الذين معهم عبد الرحمن بن عوف، فهو يريد أن يميل كفة جانب غير علي عليه السلام، من هو صهره، يعني يحسب أن الرجل عبد الرحمن بن عوف الزهري من بني زهرة مصاهر لبني أمية. فلذلك أمير المؤمنين عليه السلام لو لم يكن متأثرا ومتأذيا من هذه الكيفية من المعاملة لما كان يدعو عليه هذا الدعاء. فأمير المؤمنين عليه السلام ذلك الرجل الحليم الصبور الواسع الصدر الرحب الصدر، لولا أنه كان متأذيا جدا لما كان يدعو هذا الدعاء، وحقق الله هذا الدعاء. كيف رأينا في التاريخ أن الرجل الذي احتال هذه الحيلة وحصرها في زاوية حرجة وأزاح بها عن أمير المؤمنين عليه السلام، كيف أنه عاد فعاد من كان يواليه. وبالمقابل أيضا عثمان أيضا لم يراعي جانب عبد الرحمن بن عوف الذي ساق إليه الخلافة بتلك الكيفية. هذا الذي أشرت إليه في ذلك المحضر، وأكتفي بهذا المقدار والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ، نعم صحيح، لكن هناك سؤال بسيط للشيخ. رجع عبد الرحمن بن عوف وقال للإمام علي عليه السلام، قال إن شئت أخذت سيفك وأخذت سيفي. نعم، يعني هذا يستحل مقاتلة عثمان، يعني معنى هذا الكلام هذا. لكن أمير المؤمنين عليه السلام طبيعي أنه، يعني حتى عبد الرحمن بن عوف يعلم أن أمير المؤمنين لا يسل سيفه في هذه الأمر في هذه القضية بهذه الكيفية، إنما أمير المؤمنين عليه السلام أخو وصنو رسول الله صلى الله عليه وآله، سوف لا يسل سيفه إلا على من سل سيفه عليه وبعد إتمام الحجة عليه. نعم، ولكن نحن نتكلم عن عبد الرحمن بن عوف ليس عن الإمام علي. نعم، يعني عبد الرحمن بن عوف فأقول يعني يستحيل. فأقول يعني عبد الرحمن بن عوف كان يعلم أن عليا، يعني كان بالأحرى بالنسبة إليه أن يعلم أن عليا عليه السلام سوف لا يسل سيفه هكذا، يعني هذه دعوة هو يعلم مسبقا أو اللي يعلم سابقا أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام سوف لا يستجيب إلى هذه الدعوة بهذه الكيفية. إذا في الأخير الشيخ، قبل ما نتحول إلى دكتور فهد زكار، مرة يقول للإمام علي إن شئت أخذت سيفي وأخذت سيفك، ومرة يقول لعثمان، يقول والله ما كذبنا عليك ولا كذبنا فيك، نعم، وإني أستقيل الله من بيعتك. سبحان الله. نعم، يعني هذا ندم عن البيعة. صحيح. ولا يرى ولا يكتفي بالندم، بل يرى أنه مستعد أن يحمل السيف ضد عثمان. إيه نعم، يعني هذا وإن كان من جانب أمير المؤمنين مرفوض بهذه الكيفية، لكن كما قلت يكشف، نعم يكشف عن رؤية ونظرية عبد الرحمن بن عوف، كيف ندم وكيف يستحل حتى سل السيف على عثمان لأنه أساء معه السيرة
ولم يسر معه كما يريد. لكن في كلام فضيلة الشيخ كما هو موجود عند الجوهري عند ابن أبي الحديد الموفقين، لما يقول الإمام علي يقول ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا، نعم أعطيته الأمر اليوم ليرده إليك غدا. نعم هذا يعني ممكن يقال أن إذن عبد الرحمن بن عوف يأس من الخلافة، هو نعم. عثمان خلاه ملياردير، نعم. فهو الآن ملياردير لكن هو لا يكتفي بالفلوس، هو يريد خلافة، نعم. فحينما يأس من الخلافة صار يريد يحمل السيف. نعم مع الأسف هذه هي النفوس غير المطابقة مع الإيمان 100%، بل هي تكشف يعني ولا تعرفنه في لحن القول، من ثنايا الأقوال تتبدى حقائق الرجال، وبهذه الأقوال وبهذه الكيفية من التصرفات نعرف كيف أن الذين يقولون يعني بمسحة واحدة بعدالة الصحابة جميعا على مستوى واحد، كيف هؤلاء قد اشتطوا في هذا القول؟ هل يوافقون على مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأفعال والتصرفات والمواقف لهذا الرجل عبد الرحمن بن عوف؟ هذه الأقوال أليست تكشف عن روحية ونفسية غير مطابقة 100% مع الموازين الدينية والموازين الإلهية؟ فهي مع مشتهياتها، فمن لم يسر معها كيفما أرادت وشاءت حتى يستحلون دمه في الإطار الديني في الإطار الإسلامي ويقول يسل سيفه عليه. نعم شكرا.